في آخر بقعة من قطاع غزة كان من المفترض أن تكون آمنة، صار سكانها ونازحوها على حد سواء يعانون من القصف العشوائي للاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين شيخ وصغير. رفح الفلسطينية قطعة صغيرة من الأرض صارت تؤوي أكثر من 1.5 مليون شخص مهددين بالاستشهاد والإصابة في أي لحظة، بينما يعاني الناجون من الغارات الإسرائيلية من آلام الفقدان. من بين عشرات الآلاف من القصص أعرب ناج من غارة جوية إسرائيلية عن أمله في العثور على مكان آمن له ولعائلته، ولكن دون جدوى. عادي زي أي مواطن سهران عند قرايبه، روحت الساعة 9:30 10، توضيت صليت بلف راسي هنا ورا الحيطة هذه، بدي أخذ رغيفين خبز وأعمل عشاء. نزل الصاروخ علينا، عملناش إشي، عملناش في إشي، الحمد لله. قالوا لنا روحوا على الشبورة، عاد جينا على الشبورة. إيش نعمل؟ إيش على أي شادر شايب سقف شادر؟ لو سقف هذا بطون أو بس كان كل أولاد خالتكم، كان كل أولاد. إيش نعمل يا ناس؟ وين نروح؟ وين نروح؟ بستنى بالخيمة السلة عشان أطلع، بستنى فيها السلة عشان أطلع. المرادفات المختلفة وقفت عاجزة أمام حجم المعاناة التي يشعر بها الناجون من الغارات الإسرائيلية، فلم تعد الكلمات تداوي أو تلملم جراح قلوبهم على فقدان الأهل والأحباب. والله احنا امس تلقينا نبأ استشهاد اولاد اختي، طفل لا يتجاوز 4 سنوات والطفله لا تتجاوز 2 سنين. تلقينا مفاجعه بنبأ استشهادهم، وانه ابوهم وامهم لسه وضعهم صعب وهم في العنايه المركزه. طفله لا تتجاوز 2 سنين ولا طفل لا يتجاوز 4 سنوات، ما ذنب هؤلاء الاطفال؟ نحن الآن سندخل في الشهر 8 على التوالي تحت يد الحرب الإبادة وحرب التجويع وحرب طاحنة. الحرب استهدفت مجموعة كبيرة من الأطفال، أطفال صار أكثر من 15,000 طفل. أين الملجأ وفي أي مسار؟ وبعد أكثر من 200 يوم من العدوان، هل يجدي الفرار؟ تساؤلات تقتل أصحابها داخل قطاع غزة 1000 مرة في اليوم أكثر من رصاصات الاحتلال الغادر، فأينما كانوا أدركتهم غارات الاحتلال العشوائية.